طيب هلا هذا الصوص يا جماعه الخير بنقدر نستعمله باي شيء بتتخيله. يعني هذا الصوص اللي راح اعمله هلا بنستعمله بباستا، بنستعمله بالخبز، بنستعمله زي ما عملنا وصفه هون اللي هو الخبز الريفي مع هذا الصوص، بتستعمليه دب غموس بتشيبس بايش ما بدك. هذا الصوص من اسكى صوصات بالحياه، وبعدين سهل تعمليه وسهل تخليه عندك بالثلاجه باي وقت ترجعي له. حلو حلو. فبدنا نبلش اول شغله يا ستي العزيزه بالخضار. عندي هون خضار، بس بدي فلفل اخضر. انت عامله حار يعني؟ اللي بده الحار بحط فلفل حار، اللي ما بده بنستغني عنه. بس خلينا نقيم البزر عشان نخفف كمان حرورته. هذا هيك. عندي هون ابريق الخلاط راح امسكه. هيك بنحطه هون. وعندنا كمان هاي برضه من جيم بزرات اللي فيها. هم هدول بعطوا الحر مو هو هذا اللي بعطي الحر بالضبط. انت هون ممكن يكون الحر. فاحنا هون خففناه شوي. بحب كمان نكهه الفلفل لما ينشوى. ما انت هلا بقول لك شو راح نعمل. طيب هاي الفلفل حطيناه هون. عندي هون البندوره، طبعا قطعوا زي ما بدكم عشان بالاخر راح ينحط بالخلاط 100% وكله راح ينخلط مع بعض، فما في شكل معين. يعني شفتي ما اسهلها؟ انا بحب هاي الشغلات السريعه روان. صراحه مش اقعد قطع ناعم وافرم ايوه. وانا الا الفرم الناعم خلصنا. انا اصلا ما بزبطه الفرم، خاص البصل يا بيي. فخلص هاي بنقيم قشره البصل من هون. والله بنزتها بالخلاط. والله صح. وهلا بقول لكم ايش رح نعمل فيها. انا سويت شيء شبيه فيها قبل فتره. هذيك كانت بس للسباجيتي. هاي لكل شيء. حلو. هاي كمان جبنا البزر من الفليفله الحلوه. برضه نقطعها بأي شكل بدكم إياه. هاي هاي هيك. بس بدنا نطحنهم ناعم. خلينا بس نفشها بالسكين. دقيقة أجيب معلقة عشان ما بدي أحط عليها مي. أنا كل الفكرة منها بدك هلا بدي أنشف المي كلها منها. عرفت كيف؟ أوكي. فهاي شغلناها. بدي أدفش البندورة لتحت. أيوة. هلا بتحاول تطلع مية البندورة. راح احط فوقيها عندي وورسستر تشاير صوص اللي هو راح يعطيني طعم المدخن. بحب طعم المدخن معها بيطلع طيب فعلا زاكي. فهي حطيناها هون. وعندي سكر بني برضو عشان نكسر الحموضه تبعت البندوره. وعندي ريحان مجفف، ما حطينا ريحان فريش عشان ما يسود لونه، هذا اوريدي مجفف جاهز. وبرضو كمان خلطه سريعه وخلصنا. اللي راح اعمله يا روان راح اديرها باي جاط بدخل الفرن يكون مسطح عشان نسهل انه نجففها. حلو. يعني بدك كل ما كبر حجمه بكون احسن. يعني احسن عشان يسرع عندي عمليه انه تتجفف ويصير عندي البيست اللي عم بدور عليه. انا اللي عم بدور عليه بالاخر بدي يصير عندي زي معجون. هلا راح اورجيكم كيف وكيف راح يصير زي المعجون. راح يصير يا ستي العزيزه انه راح نحطه بالفرن تقريبا 3 ساعات. أوه. على درجه حراره متوسطه، وكل شوي بدي اقلبها ليصير هيك. والفرن بده يكون شغال من فوق ومن تحت. اوكي. ليه؟ اللي فوق راح يحرق شوي البندوره، راح يعطيها طعم المدخن الزاكي مع الشعطه الحلوه، واللي تحت راح ينشف لي المي. راح يصفي بالاخر عندي هذا البيست. هذا هو اللي بدور عليه. هذا البيست يا جماعه الخير تقدروا تستعملوه بالخبز، بالشوي، بالباستا. بس بتخففوه بالباستا مع شوية زيت زيتون، وبتحطوا معه شوية مي من سلق الباستا وبتستعملوه. طبعا هذا كثير مكثف وطعمه كثير قوي، فعشان هيك قلت لكم ما تكتروا ملح. هدول الخلطة كلها هاي صفت بالاخر عندي هاي الجرة بعد ما تنشفت. بتحطوا عليها زيت زيتون وبتحفظوها بالثلاجة لأي وقت بدكم إياه ترجعوا تستعملوها جاهزة. بدنا حبة بصل أصفر، 6 حبات من الثوم، 8 حبات من الطماطم، وكمان بدنا حبة فليفلة حمراء وحبة فلفل أخضر حار، بدنا ريحان مجفف، كمان بدنا ملح وفلفل، ومعلقة صغيرة من السكر البني، ومعلقة صغيرة من ورشستر شاير صوص.